يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائتين وخمسة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو تسعمائة وواحد وسبعين شخص